أمور ونصائح مهمة جداً قبل الدخول في موسم التزاوج. هذه المعلومات هي نصائح مهمة لجميع أنواع البابغاوات وأنواع العصافير. حاول معي أن تصبر وأن تكمل هذا الفيديو للنهاية، فهذا الفيديو به الكثير من المعلومات المهمة. ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك، إن الضغط على زر الإعجاب يساعدنا لنستمر بنشر المزيد ويساعد الفيديو في الانتشار. سنسعد بإعجابك وتعليقك واشتراكك في القناة. اترك سؤالك في التعليقات وسوف نقوم بالرد عليه فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قناتكم الحياة عجائب. أولا، يجب عليك قبل الدخول في موسم التزاوج والإنتاج أن تضع المطهر المعوي. إن وضع المطهر المعوي للطيور والعصافير من الأهمية بمكان، وذلك لوقاية الطيور من الأمراض المعوية. يجب ألا ننسى أن العصافير الكبيرة تقوم بإطعام فروخها وأولادها، وهذه العصافير الصغيرة مناعتها ضعيفة، فأي إصابة وأي مشكلة معوية لدى الأبوين تنتقل إلى الفروخ، وهذا سبب رئيسي لموت الفروخ. فيجب علينا قبل الدخول في الموسم أن نضع قرصا وقائيا للأمراض المعوية، وأفضل شيء أن نضع الفلاجيل، وسوف أترك لكم الرابط في وصف الفيديو أو في شاشة النهاية. ثانيا، يجب عليك أن تنظر إلى المجثم أو إلى الخشبة التي يقف عليها الطائر. يجب أن تكون الخشبة ثابتة، وأن يكون هذا الحامل قويا جدا وثابتا. لا تضع خشبة يقف عليها العصافير تكون هذه الخشبة ضعيفة أو غير ثابتة. وظيفة هذه الخشبة الثابتة التي يقف عليها الطائر أنها سبب لإتمام عملية التزاوج بنجاح. إن الخشبة التي تهتز والضعيفة قد تسقط من عليها الأنثى، أو لا يتمكن الذكر فيها من إتمام عملية التزاوج واللقاح بنجاح. لذا يجب عليك تثبيت هذه الخشبة ووضع خشبة تتلائم مع العصافير والطيور، وذلك لتفادي البيض غير المخصب أو البيض الفارغ. ومن أسباب البيض الفارغ أن عملية التزاوج واللقاح لم تتم بنجاح أو لم تكن كاملة، ومن أسباب ذلك الخشبة الضعيفة أو التي ليست ثابتة أو التي تهتز عند التزاوج. الأمر الثالث، قبل الدخول في موسم التزاوج والإنتاج يجب عليك أن تختار المكان المناسب لوضع القفص. يجب أن يكون هذا المكان خاليا عن الإزعاج، وخاليا عن الأطفال، وخاليا عن أصوات التلفزيون أو أي أصوات مزعجة، وذلك لتوفير الهدوء والأمان. ويجب عليك أن تختار المكان المناسب. إن اختيار المكان المناسب لوضع القفص عامل أساسي لكثرة إنتاج وتفريخ العصافير والبابغاوات. إن كثرة انتقال وتغيير مكان القفص والإزعاج وعدم توافر الأمان سبب من أسباب عدم التزاوج والإنتاج. إن تغيير مكان القفص يشعر الطيور بعدم الاستقرار والأمان. إن الطيور تحب ثبات المكان واستقراره، فهذا يوفر لهم جانبا كبيرا من الأمان. ومن الأمور المهمة التي يجب عليك أن تنتبه إليها قبل الدخول في موسم التزاوج والإنتاج
التغذية الجيدة. يجب عليك أن تنوع للطائر وأن تضع له مزيدا من الحبوب ومزيدا من الأكل اللين، وكل ذلك بمقدار متوازن. أن تنوع له في الخضروات وفي المحفزات مثل الجرجير والخس، وكذلك جميع أنواع الخضروات والفواكه والقمح اللين والحلبة المستنبتة وجميع أنواع الفواكه والخضروات. انتبه واحذر، لا تكثر من وضع الحبوب بطريقة كبيرة، فإن ذلك فيه خسارة عليك، وذلك بأن الطيور تقوم بإسقاط كمية كبيرة من الحبوب. يجب أن تضع كمية بسيطة وألا تبالغ في وضع المزيد من الحبوب حتى لا يؤدي ذلك إلى إصابة الطائر بالتشحم وبمرض السمنة. يجب أن ننتبه إلى أن الطيور في الأسر أي في القفص لا تتحرك كثيرا، ليس عندها عملية حرق للدهون لأنها ثابتة في مكانها، تأكل وهي واقفة لا تتحرك، بخلاف الطيور في الطبيعة فإنها تتحرك بكثرة وتحتاج إلى المزيد من الطعام الذي يوفر لها الطاقة. فالطيور في القفص لا تحتاج إلى مزيد من الطعام، فيجب أن تضع بقدر بسيط جدا وأن تضع الحبوب المتوازنة. وقد ذكرنا قبل ذلك في فيديو، سوف أترك لكم هذا الفيديو في شاشة النهاية، خلطة الحبوب المناسبة لجميع أنواع العصافير والبابغاوات، كم تضع من البلكم وكم تضع من الفلارس وكم تضع من حبوب دوار الشمس أو ما يعرف باللب السوري. من الأمور المهمة التي يجب عليك أن تقدمها للطيور قبل موسم التزاوج والإنتاج أن تضع عظام المحارة أو السبيا أو ما يعرف بلسان البحر، ذلك لاحتوائها على قدر كبير من الكالسيوم الذي تحتاجه الأنثى في عملية وضع البيض. يجب أن تعرض الطيور لأشعة الشمس للاستفادة من فيتامين دال، فهذا يساعد في عملية التزاوج وهذا محفز للذكور للتزاوج. فإن فقدت أشعة الشمس فلا تحرم الطيور من الإضاءة، ويجب عليك أن تعوضهم بأن تضع في الماء فيتامين دال أو أن تأتي بالفيدروب. سوف تجدون على القناة فيديو يتكلم عن ذلك، وسوف أضع لكم ذلك في الوصف. ويجب عليك عند تركيب البياضة أو تركيب الحضانة التي تبيض فيها الأنثى أن تربط هذه البياضة ربطا محكما حتى لا تتعرض هذه البياضة للسقوط ثم هروب الطيور منها، فيجب أن تربطها بأسلاك حديدية أو تربطها بأي شيء لتكون متماسكة جدا مع القفص، وحتى لا تسقط تتعرض الفروخ للأذى. من الأمور المهمة جدا قبل موسم التزاوج والإنتاج أن تتأكد من الجنس، أي أن تتأكد أن الذي في القفص هو ذكر وأنثى حتى لا ترهق نفسك. يجب عليك أن تستعين بأي خبير، أو أن تستعين بتحليل الحمض النووي، أو أن تتأكد جيدا أن الذي في القفص هو ذكر وأنثى حتى لا تتعب نفسك. يجب عليك ألا تكثر من فتح البياضة، لأن كثرة فتح البياضة أو الحضانة التي تبيض فيها الأنثى هذا مما يشعر الطائر بعدم الأمان، وإذا فقد الطائر الأمان يستحيل أن يدخل إلى البياضة وأن يبيض فيها،
فلا تفزع الطائر ولا تزعج. وأخيرا إن وصلت إلى آخر الفيديو فلا تنسى الاشتراك والإعجاب، لا تنسى التعليق والإعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.